بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعلى كل الصحابة أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا. رب اتمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنها التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وبعده مسائل أحكام المبيع قبل قبله. أحكام المبيع قبل قبله، ثم ما هو القبل، بأي شيء يتحقق القبل والإقبال، وهذه الأمور تذكر في هذا الفصل. فصل في حكم المبيع قبل القبض. حكمه قبل القبض. المبيع قبل قبضه في ضمان بائع، هذا هو الحكم. المبيع قبل قبضه من ضمان بائع. بائع مراده يعني المالك. بائع في بعض الأماكن يكون معناه الذي باشر البيع، سواء كان مالكا للمبيع أو وليه أو وكيله هكذا. لكن هنا البائع ليس بهذا المعنى العام، بل بائع يعني المالك. ممكن صدر منه العقد أو لم يصدر منه العقد. مثلا هذا الرجل باع سلعته بوكيله، إذن المالك لم يبيع متاعه بمباشرته للعقد، بل باشره وكيله. إذن ليس الوكيل المراد هنا، بل المالك هنا في ضمان المالك. ما معنى الضمان؟ هذا الذي يبين بعده. بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعيب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي. انفساق البيع هذا هو معنى الضمان. هذا ليس معنى معروفا للضمان، بل فيه شيء من الخفاء والدقة، لذلك فسره بقوله بمعنى انفساخ البيع، لم يفسر بقوله أي انفساخ البيع هكذا. هذا انفساخ البيع معنى الضمان. وكتب البجيرمي هنا وهذا يقال له ضمان اصطلاحا. وهذا الضمان هو ضمان اصطلاحي، أين ليس يعني في اصطلاح الفقهاء في جميع الأبواب، أبواب العقود، بل هذا في هذا الفصل خاصا. في هذا الفصل خاصا هذا هو معناه، ولا مشاحة فيه. لو كان هذا معنى الضمان اصطلاحا فلا اعتراض فيه، ولأنه لما كان يلزمه دفع الثمن، ثم ما هو وجه التسمية؟ انفساخ العقد البيع، لما سمي ضمانا اصطلاحا؟ هذا الذي يقول. لما كان يلزمه دفع الثمن للمشتري إن قبله، يعني بائع قبل ثمن ثم بعد ذلك انفسخ البيع بأحد هذه الأسباب الآتية. فإذا يجب على البائع
أرد ثمني إلى المشتري. أصار كأنه ضامن له، ضامن له يعني ضامن للثمن، بأي معنى؟ بمعنى غرم، غرم نعم، غرم بدله نعم، ويغرم بدله، أي لا بمعنى الضمان الذي هو غرم البدل من مثل أو قيمة، لأن ذلك في ضمان اليد، وما هنا في ضمان العقد نعم. فإذن هذا الضمان ليس بمعنى الضمان غرم البدل من مثل أو قيمة، ذاك ضمان يعني ضمان في ضمان اليد، فهذا ضمان العقد عقد. فإذن في اصطلاح الفقهاء هذا معنى الضمان انفساخ البيع. أي ضمان هذا؟ هذا الضمان العقدي ليس ضمان اليد. أما في ضمان اليد معناه يعني غرم للبدل من مثل أو قيمة. ثم ينفسخ البيع بأي شيء؟ إما بتلفه، هذا مبيع قد تلف، بآفة، ثم أو إتلاف بائع، أو أتلفه البائع، وثبوت الخيار. كذلك معنى الضمان انفساخ البيع ليس هذا فقط، هو ضمان الخيار إليه وثبوت الخيار نعم. فإذا في معنى الضمان شقان، انفساخ البيع هذا أين يكون؟ بتلفه أو بإتلاف البائع. كذلك ثبوت الخيار أيضا من معنى الضمان، يثبت الخيار بتعيبه لمن يثبت الخيار للمشتري، بتعيبه المبيع حدث له عيب يعني قبل القبض، أو تعيب بائع الأول، تعيب يعني بآفة، ثم عيبه البائع أو عيبه أجنبي، تعيب بائع أو أجنبي، أو بإتلاف أجنبي، لو أتلفه الأجنبي أيثبت الخيار فقط لا ينفسخ البيع. متى ينفسخ البيع؟ لو أتلفه بائع. ما الفرق بينهما؟ عند إتلاف الأجنبي يبقى سلطنته لبقاء سلطنته أي البائع عليه، هكذا ذكر في القرآن، يبقى له سلطنته على الأجنبي، فإذا هو يحصل منه البدل ثم يعطي للمشتري. فلو تلف بيعفة أو تلفه البائع انفسخ البيع هذا بالله. ثم وإتلاف مشتر قبل، فإذا لو أتلف المشتري، فإذا هناك إتلافات ثلاثة، إتلاف البائع، إتلاف الأجنبي، إتلاف المشتري، هذا إتلاف مشتر قبل نعم. فإن جهل أنه المبيع، ممكن هو أتلفه مع جهل أن هذا الذي أتلفه هو المبيع نعم، يكون هذا قبل منه. مشتري هنا معنى المشتري يعني المالك، كما ذكرنا في البائع هنا، مالك يعني الذي يملك الثمن أولا ثم يملك يعني بعد العقد. وبطل تصرف بنحو بيع فيما لم يقبل، أو فيما لم يقبل، لا بنحو اعتاق. ثم حكم آخر، أولا ذكرنا من حكم المبيع قبل القبض أنه في ضمان البائع، ثم الحكم الثاني إتلافه قبل، إتلاف المشتري قبل، ثم حكم آخر هذا بطلان التصرف في هذا المبيع قبل قبضه، بطل تصرف ولو مع بائع، ممكن هذا التصرف مع نفس هذا البائع
بنهي شيء بيء هبة كهبة، هذا مثال للنحو كهبة وصدقة وإجارة ورهن وإقراض. فإذا هذا المشتري باع هذا المبيع قبل قبضه للبائع أو وهبه للبائع أو تصدق به على البائع، كل هذا باطل فيما لم يقبل. لا بنحو عتاق وتزويج ووقف. فإذا تصرف المشتري قبل قبض المبيع إما أو هو اشترى أمتا زوجها قبل القبض أو وقف هذا المال، وهذا ليس بباطل بل هذا تصرف صحيح نافذ. باطل تصرف هكذا يعني تصرفات قسمها قسمين، في قسم باطل وفي قسم صحيح. لماذا يصيح العتاق؟ لتشوف الشارع إلى العتق. تشوف يعني الرغبة الشديدة، الشارع هو يرغب إلى العتق لذلك، ولعدم توقفه على القدرة كذلك، العتق لا يتوقف على القدرة، لأجل ذلك يعني قبل القبض المشتري ليس قادرا على هذا المبيع. إذن هل يشترط هذا التصرف صحة هذا التصرف على القدرة؟ لا يصح، لا يعني لا يتوقف على القدرة. ماذا دليله؟ دليل عدم توقفه على القدرة بدليل صحة عتاق العبيط، عبد أبقى مولاه عتق هذا العبيق، هذا صحيح، لكن بيعه ليس بصحيح. لماذا؟ يشترط في صحة البيع القدرة على المبيع، ما بالعتاق لا يشترط. ثم ويكون به المشتري قابلا ولا يكون قابلا بالتزويج. نعم. إذن ويكون به بأي شيء بالعتاق المشتري قابلا ولا يكون قابلا بالتزويج، مع صحة هذه كلها عتاق التزويج وقف كلها صحيح، ومع ذلك يكون هناك فرق بين العتاق والتزويج. لو اعتق المشتري المبيع قبل قبضه يعتبر قابلا، أما لو زوجها لا يعتبر قابلا، هكذا فرق. فإذا ذكر الدليل لصحة التصرف بالعتاق ولم يذكر دليل صحة التصرف بالتزويج والوقف، دليله وفي معناه البقية، يعني في معنى العتاق التزويج والوقف لا، هكذا. ثم بعد ذلك ذكر الفرق. ثم وقبض غير منقول، ثم بعده يبين يعني القبض. فإذا كأنه هنا سؤال، ذكر المصنف حكم المبيع قبل قبضه، فإذا كأنه سؤال ما هو القبض، فإذا أجابه وقبض غير منقول بتخليته لمشتر ومنقول بنقله. هكذا ذكر في المتن قبل نوعين من المبيعات، لكن هناك يعني ثلاثة أقسام، والقسم الثالث ذكره الشارحين. إذن هكذا ثلاثة، منقول غير منقول، ثم المنقول يكون ثقيلا أو خفيفا، هكذا ثلاثة أقسام. فإذن القبض غير المنقول، غير منقول ما هو مثلا من أرل ودار وشجر، فهذه أشياء غير منقولة. فإذا رجل اشترى عقارا جزءا من الأرل فهذا العقار ليس منقولا، أو اشترى بناء دارا، أو اشترى شجرا، شجرا يعني
نابت في الأرض ليس مقلوع أو ليس مقطوع. المقطوع يكون من المنقولات. إذن قابله بتخليته لمشتر. فإذن قابله بتخليته. كيف يخلي؟ من يخلي؟ البائع يخلي هذه الأشياء لمن؟ لمشتر. يعني لأجل مشتري يخلي. كيف هذه التخلية؟ بأن يمكنه منه البائع مع تسليمه المتاع وإفراغه من أمتعة غير المشتري. هذا معنى التخلية، جعله خاليا للمشتري. كيف يمكنه منه؟ يعني هناك يكون هناك في ضمن معنى التخلية أمر اعتباري. معنى يعني يكون في ضمنه أمر معنوي وأمر حسي، هكذا اثنان. الأمر المعنوي يعني تمكينه، وهو يدخل ويستعمل لأجل ذلك مكنه. ومع ذلك لو كان للدار مفتاح ماذا يعطي هذا المفتاح؟ فإذا تسليم المفتاح أمر حسي، أما التمكين هو أمر معنوي. ففي العرل والعقار كذلك في الشجر يكون هذا التمكين فقط، أما المفتاح يكون في الدار لو كان للدار مفتاح. في بعض الدور لا يكون مفتاح فلا يدخل فيه تسليم المفتاح. ذلك إفراغه من أمتعة غير المشتري، وإفراغه إفراغ المبيع من أمتعة غير المشتري. نعم. فإذا لو كان في الدار أو في هذا الأرض بعض أمتعة المشتري فلا حاجة إلى تخلية هذه الأمتعة أو إلى تخلية المبيع من هذه الأمتعة، بل أمتية غير المشتري. من غير المشتري؟ غير المشتري إما هو البائع أو يعني مستأجر، كان هذا الدار مستأجرة. فإذا كان في هذه الدار أمتية المستأجر، فإذا هكذا أزال كل هذه الأمتية من أرض ودار ودار وشجر. كذا ثمرت الشجر أيضا من غير منقول. ثمرة الشجر، لكن هذه ثمرة الشجر لو بيعت قبل أوان الجزاد لو فإذا لو بيعت بعد أوان القطع والجزاد فهي منقولة. لماذا؟ هذا يجب القطع فورا كما سيأتي. ثم بتخليته لمشتر هكذا. ثم وقبل منقول، هذا القسم الأول يعني قبل غير منقول. ثم القسم الثاني قبل منقول من سفينة أو حيوان. يظهر من هذا البيان أن هذا المنقول ثقيل. ثم بالنسبة إلى السفينة يمكن جرها. نعم. فإذا لو لم يكن لو لم يمكن جرها فهي من غير المنقولات. مثلا هذا سفينة لم يعني تدخل في البحر بل هي تصنع في مصنعها أو يعني على ساحل البحر أو هناك بيات السفينة، هذا لا يمكن جرها بسهولة. فإذن هذه السفينة من غير المنقولات، فإذن نكفي هناك تخليتها يعني بتمكينه من للمشتري. لو كان مفتاح يسلمه للمشتري وهكذا، كذلك إفراغه من أمتيته. بنقله، هذا قبله كيف يكون بنقله؟ من ينقل؟ ما مشتري أو نائب له
ثم من محله إلى محل آخر. فإذا وقت البيع عقد البيع كان بمحل، ثم جاء المشتري ونقله من محله، فهذا هو القبض. إذن هذا يعني أخذه، يعني استلامه، هذا نقله. فإذا لو نقله البائع من محله يكون هذا إقبالا لا يكون قبلا، من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة. تفريغ السفينة كذلك يعني كل ما في معناها تفريغها من غير من أمضية غير المشتري. سفينة أو دابة، نعم ممكن كان على الدابة هذا الراحل أو الهودج لمن للبائع، فإذا كل هذا ينقل. نعم أو كان له سرج. ثم ويحصل القبض أيضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري، بحيث لو مد إليه يده لناله وإن قال لا أريده. هذا في الحقيقة قبض النوع الثالث، يعني قبض منقول خفيف. إذن ما كيف الفرق بين الثقيل والخفيف؟ الثقيل ما لا يتناول باليد، هذا غير متناول باليد، هذا هو الثقيل. أما الخفيف المتناول باليد. إذن المتناول باليد يقال له خفيف، قابله بتناوله بيده، فإذا هو أتى في يده، هذا هو. ويحصل القبض أيضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري، فإذا لا حاجة إلى تناوله بيده، بل إما يحصل القبض إما بتناوله بيده أو بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري. هذا طريق ثاني. فإذا بين يدي المشتري، هذا بين يدي هو عبارة عن الأمام، هذا أيضا ليس بشرط، إما وضعه أمامه أو يمينه أو شماله أو خلفه أيضا. ثم ينبغي أن يكون هذا الوضع بين يديه أو جواره، بحيث لو مد إليه يده لناله، ينبغي أن يكون وضعه في هذا القرب، لو مد يده إليه لناله. ذكر في التحفة شرطا آخر أيضا، ما هو؟ وأن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع، ينظر هذا القرب. فإذا ينظر بينهما المسافة، ينبغي أن يكون هذا الوضع في أقرب موضع إلى المشتري. ثم وإن قال لا أريده، ممكن حينما وضعه ذكر قال المشتري لا أريده، ومع ذلك يكون هذا قبلا. غاية لحصول القبض بهذا الفعل. ثم وشردت في غائب من محل العقد، وكل هذه الثلاثة يعني منقول غير منقول وكذلك منقول ثقيل خفيف، كل هذا في مبيع حاضر. ثم لو كان المبيع غائبا كيف يكون القبض فيه؟ هذا الذي يذكر. وشردت في غائب عن محل العقد، غائب عن أي مكان، عن محل العقد يعني هما عقدا في مكان، لكن هذا المبيع ليس في هذا المكان بل هو غائب عن هذا المحل. ما إذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي إليه عادة. يشترط إذن البائع أن المشتري يذهب من البائع،
في القبض ما لا يشترط مضي زمن يمكن فيه المضي إليه عادة. بعد مضي هذا الزمان يعتبر مقبوضا. ويجوز لمشتر استقلال بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال. ثم يجوز لمشتر استقلال. فإذا هذا البائع يقبل المبيع ثم يشتري المشتري يقبضه، هكذا يكون عادة. وبدون إقبال البائع لو أخذه المشتري هل يعتبر هذا قبلا؟ نعم هذا أيضا يعتبر قبلا، هذا الذي ذكر. فيجوز لمشتري استقلال بقبل لا حاجة إلى إقبال البائع، بدون ذلك يمكن. فإذا رجل يعني اشترى شيئا في حاضر في مجلس العقد ثم هو أخذه ومشى، يعني البائع ما ناوله في يده بل هو أخذ ومشى، هذا يعتبر قبلا. لكن متى يجوز يعني الاستقلال؟ إن كان الثمن مؤجلا، ما كان الثمن مؤجلا أو كان حالا لكن هو سلم. ما معناه؟ معنى قوله إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال، معناه لم يكن له حق الحبس. لو لم يكن للبائع حق الحبس يجوز للمشتري الاستقلال بقبض للمبيع، وإن كان له حق الحبس لا يجوز الاستقلال بل يجب الإذن، يستأذن ثم يأخذ ويذهب هكذا. ثم مسألة أخرى، حكم آخر عن المبيع قبل القبض، مسألة الاستبدال، هل يجوز الاستبدال نعم في الثمن والمثمن في بعض الحالات يجوز الاستبدال، هذا الذي يذكر. وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن ودين. فإذا الاستبدال يجوز عن ثمن. فإذا هذا رجل باع بالدينار لكن هو يستبدل الدينار بالدرهم، هذا جائز. أو باع بالدرهم ثم بعد ذلك يعني بعد العقد قبل القبض هو يجعل بشيء آخر، هكذا إما دينار أو درهم. أو كان الثمن عرل تجارة ما كان نقدا، مثلا كان ثوب ثمنا أو يعني كان طعاما رز ثمنا، فإذا هل يستبدل أو لا يستبدل؟ نعم الثمن يستبدل لكن في غير ربوي بيع مثله من جنسه، هذا شرط. في غير ربوي يجوز، وهذا الربوي بيع بمثله من جنسه. وهناك أمران، أولا هذا الاستثناء ليس لأجل عدم جواز الاستبدال في هذا الربوي مطلقا بل فيه تفصيل كما سيأتي، لأجل التفصيل استثناء كذا وقال أو قيدها كاستبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. ثم قال بيع بمثله من جنسه، الربوي يعني شيئان، أيوة الربوي يباع بمثله من جنسه أو يباع بمثله مع اتحاد يعني مع اتحادهما في علة الربا. فإذا درهم يباع بدينار أو درهم يباع بدينار هكذا حالة، أو هذا بر يباع ببر أو يباع بأرز،
هذوما الأول هو يعني بايعه بمثله من جنسه، يعني بره بره، أرز أرز، دينار دينار، فلة فلة، هذا هو ظاهر قوله أن هذا احتراز أن ربويا اتحد بيع ربويا اتحد في اللة، لكن هذا ليس مرادا من جنسه. هكذا مثله في التحفة، ولم يقيد بذلك في شرح الإرشاد ولا في شرح الروض، وعدم التقييد هو قضية التعليل عدم جواز الاستبدال، وهو إسقاط التقابض في المجلس. يعني لو جاز الاستبدال ماذا يسقط التقابض، والتقابض شرط في النوعين، يعني لو بيع ربوي بمثله أو يعني من جنسه أو من جنس من غير جنسه، في هذين النوعين التقابض شرط. فإذا هذا الاستبدال لو كان يؤدي إلى إسقاط التقابض فهذان سواء، نعم، لأجل ذلك هذا ليس القيد ليس للاحترازنا. ثم استبدال عن ثمن، ثمن ما هو نقد أو غيره، ما كان نقدا ثمن أو غيره، نعم، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا جواز الاستبدال، لماذا؟ لهذا الحديث، كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ هو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. نبأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، وهذا قوله لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، يعني هذا إشارة إلى التقابض، يعني هكذا بعتم بالدينار والدنانير ثم استبدلتم، يعني بعد ذلك تفرقتما من أي شيء، من أي مكان، من مكان عقد الاستبدال، من مجلس عقد الاستبدال تفرقتما. كيف تفرقتما؟ ليس بينكما شيء، يعني مع التقابض. فإذن أولا بيع وشراء بدينار، ثم بعد ذلك اتفق أن يستبدل الدينار بالدرهم في مجلس، يجب تقابل هذا في هذا المجلس، وإلا يؤدي إلى ذلك يعني المحذور. وليس بينكما شيء أن تفرقتما، أي من عقد الاستبدال، من العقد لا من العقد الأولي، بقرينة رواية أخرى تدل لذلك. مغني هو إشارة إلى التقابض، أي إن كان المستبدل به من الربوي كما في السؤال، من جنس الربوي كما في السؤال. يعني هذا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك هذا استبدال من جنس الربوي، عندئذ اشترط هذا التقابض. فإذا هذا الحديث يدل على جواز الاستبدال، لكن المذكور فيه استبدال ربوي بيع
بمثله من غير جنسه. نعم، ليس من جنسه بل من غير جنسه. ممكن نظرا لهذا يعني قيد المصنف في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. نعم، ثم قيس به غيره كما ذكر في التحفة. ثم بعده وعن الدين فرل قرل وأجرة قرل وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره. هذا الدين غير مسمن أو مسمن. أولا ذكر استبدال الثمن ثم يذكر استبدال الدين. أما استبدال المسمن يعني المبيع هذا لا يجوز كما سيأتي. عن دين غير ذكر في المنهج غير مسمن. دين إما يكون قرلا أو أجرة أو صداقا هكذا قرل وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه. مسلم فيه يكون دينا لكن لا يجوز الاستبدال. كذلك ذكر ثلاثة من أنواع الديون قرل أجرة صداق. كذلك عوض الخلع دين ضمان كما ذكر في التحفة. كل هذا يجوز الاستبدال. لماذا لا يجوز في دين مسلم فيه يعني في السلم يكون رأس المال عينا يكون حالا. أما هذا مسلم فيه يبقى دينا عند حلوله يؤتي. وهذا لا يجوز الاستبدال لعدم استقراره. لماذا هو لم يستقر؟ لماذا لم يستقر؟ عدم الاستقرار معناه عدم اللزوم بسبب أنه معرض بانقطاعه للانفساخ. نعم يعني وهذا مسلم فيه ممكن وقت الحلول لا يوجد. لو لم يوجد فهذا الفسخ يعني عقد السلم يكون منفسخا. وهذا يجري السلم على ظن وجوده وقت الحلول لكن وقت الحلول كان منقطعا فإذا ينفسخ العقد. لأجل ذلك مسلم فيه غير مستقر. نعم لذلك لا يجوز الاستبدال. ثم ولو استبدل موافقا بعلة الربا. ولو استبدل موافقا بعلة الربا هذا محترز قوله في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. فإذن هذا ثمن هو ربوي بيع بمثله من غير جنسه بل اتحدا في علة الربا. ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا إن استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم هكذا. فإذا لذلك أنا قلت هذا قوله في غير ربوي بيع بمثله من جنسه كما يظهر من عبارة شرح الإرشاد شرح الروض وهكذا كما يظهر من هذه الكتب. هذا ليس قيدا بل لو كان الثمن في ربوي بيع بمثله من جنسه أو من غير جنسه يجوز الاستبدال لكن بهذا القيد. هذا هو التفصيل. لأجل هذا التفصيل
ذكر المصنف هناك في غير ربوي بأبي مثله من جنسه. أما هذا القيد ذكر هنا وكذلك ذكر في التحفة ممكن نظرا للحديث ليس نظرا للحكم، في الحكم كلاهما سواء. ثم فإذا يجب التقابض، هذا أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيئا حذرا من الربا. قبض البدل في المجلس في أي مجلس، في مجلس الاستبدال حذرا من الربا. لا إن استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم، فإذا كان البيع بدرهم ثم بعد ذلك استبدل بطعام، فإذا لا يجب القبض في المجلس، بل يجوز لهما أن يتفرقا ثم بعد ذلك يستبدلان. ولا يبدل ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة وقد بغير لفظ السلام بنوع آخر. وهذا يعني الأمر الثالث كما ذكرت أشرت، أولا ذكر استبدال الثمن، ثم استبدال الدين، ثم استبدال المثمن. هل يجوز؟ لا يجوز استبدال المثمن يعني المبيع، هذا لا يجوز. هذا الذي يقول ولا يبدل نوع أسلم فيه، المسلم فيه لا يجوز، هذا سبق فيما مضى. أيضا هناك ذكر علة لعدم استقراره، هنا يذكر علة أخرى. أو مبيع في الذمة، أو استبدال مبيع في الذمة أيضا لا يجوز. أما مبيع المعين لا يجوز أصلا. لو كان المبيع في الذمة هل يجوز؟ لا يجوز. لو كان المبيع معينا لا يجوز أصلا. نعم، استبدال يجوز حيث يجوز لو كان في الذمة فقط، لو كان معينا لا يجوز، ثمنا أو مثمنا أدينا نيّنا. فإذا مثلا رجل باع شيئا بهذه الدراهم، ثم هل يستبدل هذه الدراهم؟ لا يجوز، لأنه يعني صار معينا. استبدال هكذا يعني صرح بعض الفقهاء. استبدال نقد أي ثابت في الذمة ولو قبل قبل المبيع، لكن بعد لزوم النقد لا قبله، هكذا قال في التحفة. وقوله ثابت في الذمة، أما المعين فلا يجوز الاستبدال عنه، هكذا ذكر الرشيدي نقله عنه الشرواني. ثم ثمن كذلك هذا المثمن فارقة، حيث لا يجوز الاستبدال عنه بأنه تقصد عينه ونحو الثمن تقصد ماليته، هكذا فرق في الثمن تقصد ماليته فقط، أما في المثمن يقصد عينه، لأجل ذلك هذا لا يجوزنا. أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم، إذن لو عقد بلفظ السلم وهو داخل فيما مضى وهو مسلم فيه، ثم هذا قيد ليس لأجل الحكم بل لأجل يعني التنبيع. نعم، يستبدل بأي شيء بنوع آخر، هذا مبيع بالذمة يستبدل بنوع آخر، أو مسلم فيه يستبدل بنوع آخر، هذا لا يجوز. ولو من جنسه نوع آخر، إما يكون من جنسه لا يجوز، كهندة سمراء عن بيضاء، إذن كلاهما هندة جنس واحد، مع ذلك سمراء بيضاء لا يجوز، لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبله، فمع كونه في ذمة أولى. نعم، يجوز إبداله بنوعه العجود وكذا الأرداء بالتراضي. نعم، لأن المبيع مع
تعينه لو كان معينا لا يجوز بيعه قبل قبله سبق بينا ثم فمع كونه في الذمة أولى أولى بعدم الجواز هذا علة لعدم جواز الاستبدال يعني الاستبدال يكون بمنزلة البيع تقرر في ذمته شيء ثم هو غير واشترى يعني استبدل بشيء آخر فهذا الاستبدال يكون في معنى البيع إذن هل يجوز بيع المبيع قبل قبله لو كان معينا لا يجوز فإذا لو كان في الذمة لا يجوز بطريق الأولى نعم ثم نعم يجوز استبداله بنوعه والذي سبق إبدال النوع بنوع آخر أما إبداله بنوعه بنوعه يعني نفس الشيء لكن هو أجود أو أرد هكذا فقط هذا يجوز يعني هو عقد كان العقد على شيء أرد إما من بر طعام أو يعني نقد هكذا كان على الأرض ثم غيره بأجودا بدله بأجودا هذا جائز ويجب قبوله أيضا هكذا قال ثم كذكر في فتح الجواد يجب قبوله نعم بالتراضي لكن ينبغي هذا الاستبدال بالتراضي من الجانبين عندئذ يجوز اما فيما مضى لو كان بالتراضي ايضا لا يجوز